المستقل كان هنالك مؤتمرا صحفيا لرئيس هيئة النزاهة الاتحادية وتحدث عن معلومات تخص سرقة القرن. يعني هنالك 4 متهمين في دول مجاورة في العراق تم القبض عليه بالتعاون مع الشرطة الدولية الانتربول في الإمارات العربية المتحدة وفي تركيا وفي لبنان وفي الكويت، وهنالك أيضا متهمين آخرين في إقليم كردستان يتم العمل وبالتنسيق مع الحكومة في إقليم كردستان للقضاء عليهم واسترجاعهم إلى العاصمة بغداد. هذه جزء من سرقة الأمانات الضريبية تحدث بها رئيس هيئة النزاهة الاتحادية حيدر حنون. بالمجمل العام أن قضية يعني سرقة القرن لا تزال على قيد التحقيق، وحتى ما تحدث بها أيضا حيدر حنون أنه لا يزال هو نور زهير مكفل حر طليق، لكن مكفل أي بمعنى ربما قد تتم محاكمته من جديد أيضا حتى هيثم الجبوري إضافة للأشخاص الذين كانوا متعاونين مع رئيس هيئة النزاهة الاتحادية. فبالتالي القضية ما زالت على قيد التحقيق، وهذه المبالغ التي استرجعت اليوم هو جزء قليل من مجموعة المبالغ التي تمت سرقتها بالتعاون مع عدة شركات وهمية وعدة صكوك تم تزويرها من خلال الأمانات الضريبية. فبالتالي عمل هيئة النزاهة الاتحادية لا يزال يعني على قيد التحقيق بدءا من العراق وصولا إلى جميع الدول الإقليمية في المجاورة للعراق، كما ذكرت سلفا يا رياض، الإمارات العربية المتحدة أيضا على تنسيق واطلاع مع شرطة الانتربول لإعادة متهم هارب بحوزته ما يقرب من 800 بحدود المليار دينار، وهنالك أيضا متهمين آخرين في الكويت وفي تركيا وفي لبنان. يوم غد سوف يجلبون أيضا متهما آخرا في إقليم كردستان يعود إلى بغداد التحقيق معه حول سرقة الأمانات الضريبية. نعم، إذن هذا ما يتعلق بسرقة القرن، لكن في حديث مسؤول بأنزهة عن هدر بحدود 450 مليار دولار، هل قوبل هذا الموضوع بتحركات تضمن ملاحقة المتهمين بالهدر؟ بكل تأكيد، يعني إجراءات هيئة النزاهة الاتحادية لا تزال على قدم وساق برئاسة حيدر حنون. يعني الكثير من المتهمين في قضايا الفساد لم نقتصر فقط على سرقة القرن، هنالك أيضا سرقات أخرى تمت في محافظة بابل أكثر من 200 ما يقرب من نصف مليار دينار عراقي تم سرقته في محافظة بابل وتم استرجاعه عن طريق أموال كانت مدفونة في تحت الأرض، إضافة إلى مسوغات ذهبية، إضافة إلى مجموعة عقارات سجلت باسم شخص في محافظة بابل سرق ما يقرب من مليار دينار. فبالتالي عمل هيئة النزاهة ابتدأ من محافظة من العراق وصولا إلى الدول الإقليمية التي كانت لها أذرع من خلال سرقة القرن.